الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا ومرحبا بكم في لقاء إيماني جديد نسأل اليوم فيه سؤالا: هل فطرت اليوم صائما؟ كيف أفطر صائما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من حرم فيه الخير فقد حرم، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به صائما، أنا فقير ليس عندي ما أفطر أنا به فضلا عن أفطر صائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يعطي هذا الأجر لمن فطر صائما على تمرة أو على مزقة لبن أو على شربة ماء، على تمرة واحدة أخذ بها أجر هذا الصائم من غير أن ينقص من أجره هو شيء. معنى ذلك أني وأنا أسير في الطريق أجد هؤلاء الأولاد وهؤلاء الكبار الذين وقفوا على الطريق، إما عند بيوتهم أو في المسجد عند صلاة المغرب أو على الطريق، على الطريق السريع، على طريق السفر، وفي يد كل واحد منهم كيس صغير فيه ثلاث تمرات أو أربع تمرات، أو طفل صغير يوزع من علبة في يده تمر على كل من يمر عليه. هذا يأخذ أبوه أجر تفطير صائم ويأخذ هو أجر تفطير صائم. طب وأنا، أنا أسير على الطريق، هذا يعطيني تمر وهذا يعطيني بعض ماء وهذا يعطيني عصير وهذا وهذا وهذا، أقول إني كيف أضيع ثواب صيامي؟ أنا الأولى أن أفطر أنا من مالي. يقول له: لا، ثواب صيامك لن يضيع، فخذ من كل هؤلاء. طب أنا أخذت من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، عشرة أعطاني كل واحد منهم شيء، وأنا أفطرت على تمرة من أول واحد منهم، والباقي سيأخذ كل واحد منهم أجره كاملا، لأن هذا بالنية، والنية الصالحة يعطيها رب العالمين تبارك وتعالى جزاء عظيما. يبقى العبرة هنا ليست في أن أفطر فلان ده هذا على لحم وعلى طعام غالي أو على مائدة فيها من ألوان الطعام كذا وكذا، ولكن العبرة في حكمة الصيام، الخير بيننا وبين بعضنا البعض، أن نتواصى بهذا الخير. هذا الإفطار اللي هو بنسميه عندنا موائد الرحمن، أو الإفطار الجماعي في المساجد، أو في زملاء في العمل يفطر بعضنا بعضا، أو أنا أدعو أسرتي وعائلتي سواء الكبيرة أو الصغيرة، والدي ووالدتي وإخوتي وأخواتي وأزواجهم وأبنائهم ونسيب فلان وأخ زوجة فلان وحماية فلان وحماتي فلانة، أجمع هؤلاء جميعا في بيتي وأفطرهم يوما، أخذ الأجر عليهم، أخذ هذا الأجر، وإن كان صلة للأرحام وإن كان برا ومودة بيننا وبين بعضنا البعض، غير أني أخذ كذلك عليه أجرا، أخذ أجري كأن الله عز وجل يعطيني ثواب هؤلاء جميعا. قد يكون هذا الذي أفطره أكثر إخلاصا وأكثر قربا إلى الله مني، قد يكون أكثر قبولا عند الله مني، فأنا أخذ ثوابي وأخذ ثوابه، لا ينقص من أجره شيء ولا ينقص من أجر شيء، ورب العالمين تبارك وتعالى يحب أن نتواصى بالخير. فإذا لم تملك شيئا فاحمل معك كوب ماء، أعطي للناس هذا الماء ليشربوا، الله عز وجل يعطيه الأجر. ربنا سبحانه وتعالى رزقك ووسع عليك، تستطيع أن تعطيهم لبن، تستطيع أن توزع عليهم عصائر، تستطيع أن توزع عليهم تمر، تستطيع ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وتستطيع أن تصنع وجبة لكل واحد منهم. كل هؤلاء يستحقون كل من يسير في الشارع. طب وأنا أسير في الشارع، والله جيت في سيارة من السيارات وعطيت واحد وطلع مسيحي لا يصوم، الله عز وجل قد يعطيني الأجر. الله عز وجل يعطيك الأجر كاملا بنيتك، لأن في نيتك الخير وأن يعم الخير على كل الناس، فلست مطالبا أن تسأل عن دينه قبل أن تعطيه، لأنك تبذل الخير لكل خلق الله جميعا. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، ورزقنا وإياكم ثواب الصيام، وجعلنا وإياكم من أهل البر والصلة والعطاء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بأنك أنت الله الحنان المنان الحي القيوم الذي هو على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم صن أعراضنا،
اللهم احفظ أموالنا، اللهم اجعلنا متحابين متعاونين، واجمعنا على كلمتي الحق والدين. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، اللهم اجمعنا على كلمة سواء. اللهم كما حفظت بيتك العتيق من الفيل، فاحفظ مصرنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتدبير المدبرين. اللهم من أرادنا ومصرنا بخير فكن له معينا ومؤيدا وناصرا، ومن أرادنا ومصرنا وإسلامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل تدبيره في تدميره وأهلكه وأفنه، واجعله عبرة بين العالمين، ووحد بين صفوفنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وسلامة وإسلام، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله